ومن العناوين إلى التفاصيل، حيث قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف حساب عن إنجازاته خلال فترته الرئاسية، مؤكدا أنه لم يسعى إلى منصب أو ولاية أو سلطة منذ يوليو 2013. وأضاف خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن أنه كان يريد من يخدم مسيرته المهنية كجندي داخل الجيش المصري العريق الذي يفخر بالانتماء إليه، كما أكد أنه ترشح لرئاسة الجمهورية تلبية لنداء الشعب المصري. أبناء مصر الكرام، كنت أظن وليس كل الظن إثم أن نهاية مسيرتي المهنية لخدمة الوطن هي حين كنت وسط ممثلي فئات وطوائف المجتمع المصري في 3 يوليو عام 2013، منحازا ومعي رجال القوات المسلحة لإرادة شعبنا العظيم، وكنت أعتبر أن قمة طموحي قد وصلت إليها حين توليت قيادة الجيش المصري العريق. وأشهد الله سبحانه وتعالى إنني ما كنت طالبا لمنصب أو سلطة ولا متطلعا لأي مهام أخرى بعد انتهاء مهمتي في قيادة الجيش المصري الذي أفخر بالانتماء إليه وأعتز بدوره الوطني. ولكنني لم أتردد أمام تكليفكم لي بالترشح لرئاسة الجمهورية، وتوليت الأمانة وقررت أن أكون مواطنا مصريا اخترتموه للقيام بمهمة إنقاذ وطن وحماية أمة. وللتعقيب على ما لدينا من أخبار، بنرحب معنا في الاستوديو بالسفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك معنا فندم. أهلا أستاذ صامت. فندم أستاذ محمد، يعني كيف تقرأ حرص الرئيس على تقديم كشف حساب للشعب عن فترة ولايته الأولى قبل أعلنه رسميا الترشح لفترة رئاسية جديدة؟ شوف يا أستاذ سمر، يعني 4 سنوات من العمل المتواصل والتحديات هي حكاية وطن فعلا، يعني 4 سنوات صعبة ولكنها كلها عمل واجتهاد في كافة المحاور، سواء كان محور البنى التحتية وتأسيس دولة عصرية واستكمال مؤسسات دستورية، أو حتى على صعيد السياسة الخارجية المنفتحة على كل المناطق الساعية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، بناء قدرات القوات المسلحة، افتتاح المشروعات الكبرى. كان على الرئيس أن يقدم كشف الحساب الذي كان جوهره الاعتماد على الإنسان وعلى الشعب المصري من أجل انطلاقة قادمة إن شاء الله في المرحلة التالية للولاية الأولى. ففي الولاية الأولى تكون المهمة الأصعب بعد عام 2013، احتاج الوطن لسواعد أبنائه لبناء بنية تحتية عصرية، لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، للانطلاق نحو برنامج إصلاح اقتصادي جريء وشجاع وصعب، استكمال قدرات القوات المسلحة لمواجهة مخاطر إقليمية وإرهاب متصل، إعادة الاستقرار واللحمة الإقليمية، لأن هناك نزاعات تفتت الأوطان العربية، فمصر بدأت تسعى لتحقيق أمن واستقرار ليبيا بعد أن حققت أمنها واستقرارها، تتواصل مع الأشقاء في فلسطين فحققت الوحدة الترابية بين الضفة والقطاع والوحدة السكانية أيضا بعد انقسام استمر 10 سنوات، وانطلقت بعدها لعلاقات وثيقة مع أوروبا شريك التنمية الأول، وعلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وعلاقات باتجاه الشرق باتجاه آسيا والصين، وبالتأكيد عودة دبلوماسية القمة لممارسة دورها وعملها، سواء كنا نتحدث عن الصعيد الإفريقي أو العربي أو الأوروبي والدولي. فحققت الحقيقة مصر على الصعيد الخارجي كما هو الحال على الصعيد الداخلي مكاسب رغم الصعوبات.